بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بذور القطونة أو بذور القاطونة هي بذور رائعة جدا للبشرة، حيث لها عدة أسماء، فأسماؤها تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تعرف باسم بذور لسان الحمل وعشبة البراغيث وعشبة الأسباغول وأذان الجدي، وكذلك بذر القاطنة وبذر القطنة. هي عبارة عن بذور رائعة جدا، فوائدها ترطب البشرة وتنعمها بشكل جيد، تعالج الالتهابات التي تصيب البشرة نتيجة إصابتها بحب الشباب، تعالج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والحساسية والهرش، تستعمل كمقشر فعال للبشرة، تنقي الجلد وتخلصه من السموم والدمامل، لها دور فعال في تفتيح لون البشرة بشكل ملفت، وخلال فترة قصيرة من الاستعمال تخلص البشرة من كميات الماء الفائض فيها، وبالتالي تشد الترهلات الموجودة فيها. بذر القاطونة يستخدم كذلك في كما سبق وقلت ترطيب وتنعيم البشرة، لأن المادة الفعالة تعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب، وبه مادة فعالة وهي عبارة عن جال، كذلك يعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب، وكذلك تقوم بشد الترهلات الموجودة في الجلد، وكما سبق وقلت أنها تساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة الكلف. وطريقة عمل هذه الوصفة، أن نأخذ 2 ملاعق شاي صغيرة من البذر قاطونة، نأخذ 2 ملاعق شاي صغيرة ونضعها في ربع كوب من الماء، تغلي على النار لمدة 5 دقائق فقط، ونتحصل على هذا السائل الهلامي لبذر القاطونة، رائع جدا للبشرة. ونضع عليه قطرتين فقط من زيت اللوز المر، قطرتين فقط من زيت اللوز المر في هذه الوصفة، قطرتين فقط، لأنه إذا ضعفنا كمية زيت اللوز في هذه الوصفة فالجل لن يثبت على البشرة ويؤدي إلى عدم تماسك الماسك. يوزع هذا الجل على بشرة وأنت مسترخية، يجب أن يكون الوقت المحدد لوضع هذه الوصفة في الوقت الذي تكونين فيه غير مشغولة، مثلا عند القيلولة. يوضع هذا الجل على بشرة نظيفة خالية من المكياج، ويفرد على الوجه كاملا مع الابتعاد عن منطقة العينين، لأن هذا الجل قوي جدا على منطقة تحت العين، ويترك لمدة نصف ساعة إلى ساعة أو أكثر. كل ما كثر أطلت مدة وضع هذا الجل على بشرتك يكون أفضل. ولا ننسى أنه لا بد من عمل اختبار حساسية لأي ماسك يوضع على الوجه بتجربته على جزء صغير بالذقن أو اليد قبل فرده على مساحات أوسع بالوجه، حتى لا تصاب البشرة بأي تحسس أنتم في غنى عنها. كما يوجب توخي الحرص بعدم ملامسة تحت العين، كما سبق وقلت أن هذا الجل قوي على منطقة تحت العين. كذلك يجب عدم التعرض للشمس بعد وضع هذا القناع على الوجه، وكذلك ممنوع الكلام أو الضحك أو أي حركة إلا بعد أن تنتهي المدة، قلت من نصف ساعة إلى ساعة أو أكثر. النتيجة رائعة جدا لهذا الجل. طريقة حفظه، يحفظ في نفس العلبة في الثلاجة واستخدميه يوم بعد يوم. هذا الماسك صالح لجميع الأعمار، حتى لعمر 60 سنة هذا الماسك رائع، ويعالج التجاعيد إذا استمريت عليه. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.